ثقتي بولادي كتير كبيرة، بس الظاهر اني كتير اهملتهم، خصوصي بعد الحادثة الأخيرة. كون مطمئن مولاي، كل واحد من أمرائنا جوهرة وما في منه بالدنيا كلها، وإذا أحيانا بيعملوا شغلات بتزعل جلالتك فأكيد ما بيكون عندهم أي نوايا سيئة. مظبوط، بس المفروض تضل عيوني عليهم لحتى ما يتكرر هيك تصرف أبدا. بترجاك تعذر فضولي يا مولاي، تطلب مني ساوي شي بهالخصوص. تتنكر وبتعمل جولات بولايات الأمراء لحتى تتفقد أوضاعهم، وبتشرف بنفسك على التفتيش عليهم، والأهم أنك تسمع من الناس لحتى تشوف رضاهم عن الأمراء، وإذا كان عندهم مشاكل أو اضطرابات، وبتشوف ولاء مساعدينهم لنعرف إذا كانوا كفء لخدمة أولادي. مفهوم؟ أمرك مولاي السلطان، أنا رح سافر مباشرة. خصصنا 100,000 قطعة فضية مشان هالمهمة. نصوح، بدي منك طلب واحد بس، خليك صادق وسجل لي كل أخطائهم وحسناتهم، يعني أنت رح تكون عيوني وأداني هنيك. مولاي، أنا عملت زيارة لولايات أمرائنا مثل ما أمرتوني جنابكن. إيه، وكيفن الأمراء؟ نشكر الله تمام، صحتن منيحة وقاعدين على رأس عملن، ولأني وصلت من شوي فما صار عندي وقت مشان جهز تقرير مفصل بأوضاعن. بعدين بتقدم لي إياه، بدي إياك تحكي لي كل شي شفته من دون ما تنقص أي شي. بدي أسمع شو أخبار ابني مصطفى، وكيف الوضع بأماسيا، وكيف وضع الأهالي؟ مبسوطين من ابني مصطفى؟ أهالي أماسيا شايفين سمو الأمير مصطفى هبة من الله يا مولاي، الكل مبسوطين منه ومن الخدمات اللي عم بيقدمها. كيف يعني الكل مبسوطين يا نصوح؟ ما في أي شكاوى عليه؟ أكيد فيه، لأنه عم بيطبق عدالة جلالتكم ويحاسب المذنبين بدون ما يطلع على مكانة حدا. مشان هيك في بعض التجار عم بيشتكوا من هاي القصة لأنه متضاربة مع مصالحهم. أول ما مشيت بهذا الطريق كان في كتير ناس حولي، بس للأسف اختفوا واحد ورا التاني، ضلوا كم واحد، وانت واحد من اللي ضلوا يا نصوح. هذا من لطفكم مولانا. اللي خلاني بعد عن الناس اللي بحبهم، واللي خلاني أعيش ببحر من الهموم والأحزان والمشاكل، بتعرف شو هو يا نصوح؟ إني ما شفت منهم الإخلاص، ومن وراء هالسبب ومشان أعرف كل شي عم بيصير حوالي اضطريت أمر حراسي ووكلهم بمهمات خاصة مشان أعرف الحقيقة. مع الأسف انت كمان وكلتك بوظيفة مهمة كتير، طلبت منك انك ما ترحم حدا ابدا، بس انت خبيت الحقيقة يلي بتتعلق بيزيد عني وما حكيت لي اياها، وصرت من طرفه. اخترت انك تكون مخلص لبيزيد بدل ما تكون مخلص الي انا. أنا يا مولاي ما توقعت أبداً المسألة تكبر لهد. مين بيعرف، بجوز تكون مخبي عني شي بخصوص مصطفى. وهيك أنت كمان طلعت برات الدائرة،